هلا وغلا، قصة اليوم من تأليفكم أنتم. مثل ما طلبت منكم ترسلوا لي قصة على الإيميل، واللي أرسل القصة ماجد القرنيس. هذه قصتها وتكون باسم ورقة الأسئلة. فهد كان طالب بالجامعة مثل أغلب الطلاب، يوم يذاكر وعشرة لا. حدد لهم الدكتور اختبار وما قدر فهد يذاكر، وبقى على الامتحان يوم. وقتها طلب من الدكتور أنه يساعده، وقام يبكي عنده ويألف قصص وحكايات. صدق الدكتور وعطاه الأسئلة. طار فهد من الفرحة، ومن كثر ما كان فرحان ما كان مصدق. نسى وين حط ورقة الأسئلة، رجع البيت وحزين ونام بحزنه. صحى على صوت الباب وشاف الساعة كانت الساعة 2 الفجر. استغرب ونزل وهو مرة تعبان ونعسان. سأل مين؟ الصوت كان خفيف ومش واضح. فتح الباب ويشوف شخص عليه علامات التعب والهم. سأله فهد مين أنت؟ وإيش تبي؟ رد عليه الشخص قال أنا طالب معك بالجامعة، ما عرفتني؟ قال فهد ما عرفتك، وش اسمك؟ قال له اسمي مالك. بسألك يا فهد، أنت مضيع شيء؟ قال فهد لا، وأصلا شلون عرفت اسمي؟ قال له مالك أنا مو قلت لك أني معك بالجامعة؟ ومد قدامه ورقة الأسئلة وقال له هذه الورقة مش لك؟ استغرب فهد وجاب ياخذ الورقة، لكن مالك مسك الورقة وقال له بعطيك إياها، لكن بشرط أنك تتوسط لي عند اللي أعطاك إياها. قال له فهد مين؟ قال له مالك عند اللي أعطاك إياها. فهد فهم واستغرب. الصباح اختبر فهد، وكان الاختبار نفس الأسئلة. من الوناسة نسى طلب مالك منه ورجع البيت، وظلمت الدنيا ونام بسلام. إلا يدق الباب ويصحى فهد على الساعة 2 وينزل يسأل مين، ويطلع مالك. انحرج فهد وقال له نسيت أكلم الدكتور، لكن أبشر بكرة الصباح أنا بكلمه ولا يهمك. قال له مالك بصوت حزين لا تنسى يا فهد لا تنسى، وودع ومشى. رجع فهد غرفته ومستغرب من مالك والأوقات اللي يجي فيها والهم والحزن اللي بصوته وشكله من التعب، وبعدين نام وهو يفكر بمالك. الصبح على طول راح عند الدكتور وبدأ يتوسط المالك. كان الدكتور يسمع فهد ومستغرب. قام فهد يتكلم عن مالك وكيف أنه كان حزين ويجي الفجر. هنا وقف الدكتور ومتفاجأ، وقال الدكتور أنت متأكد فهد أن اسمه مالك ويجيك الفجر؟ قال له إيه يا دكتور. قال الدكتور أنا ما درست إلا طالب واحد بهالاسم، والطالب هذا متوفي من 8 سنوات، وتوفى في ليلة اختبار هذه المادة اللي أعطتك أسئلتها. هنا فهد انجن وقال له متأكد يا دكتور؟ رد على الدكتور قال متأكد 1000000%، شكلك سمعت سالفته من الدكاترة والطلاب ومن التعب والاختبارات صرت تتحلم فيه. رجع فهد البيت ومن الخوف ما قدر ينام هذيك الليلة، وبس كان يطالع الساعة 12 واحدة واحدة ونص، وجت 2 وبعدين 2:30، ولا دق الجرس. انتظر صلاة الفجر وصلى ونام، ومرت الليلة بسلام ودام اليوم الثاني طبيعي. بعدها رجع من الجامعة ونام، ويمر الوقت وتجي الساعة 2 ويسمع دق الجرس، وبعدين ضربات في الباب بقوة. دق قلبه مع دقات الباب. قرر بالأخير أنه ينزل بهدوء ويسمع إيش السالفة. وهو نازل كان يسمع بكاء وشخص قاعد يقول قوانين تخص المادة. وصل عند الباب وسمع همس باسمه يردد شكلك نسيت يا فهد شكلك نسيت، افتح الباب أنا أدري أنك عند الباب يا فهد. طاح قلب فهد من الخوف وصرخ ما راح أفتح، إيش تبي مني؟ قال له مالك افتح ولا بدخل من غير ما تفتحه. هنا قرر فهد من الرعب اللي حاسه أنه يفتح الباب، ولما افتحه ما لقى أحد قدام الباب. بعدها فهد حس بيد ثقيلة وباردة على كتفه، خله يتجمد من الخوف. وهذه كانت قصة الرعب من أخونا ماجد القرنيس. قولوا لنا إيش رأيكم فيها، وأيضا لا تنسون تقدرون ترسلون قصص ثانية، راح يكون الإيميل على المنشن. اكتبوا القصص اللي تبونها، وشرط أن تكون القصص أنكم تمتلكونها. في ناس أرسلوا لي القصص لكنهم ما كانوا يملكونها، عشان كذا ما قدرت أحطها. وكان معكم فهد الشيحة، ويعطيكم العافية ومع السلامة.